السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم رح حضر الاسكالوب. مثل ما منعرف كلنا، الاسكالوب هو من الاكلات المحبوبة والمفضلة عند الكبار والصغار. تابعوني لنهاية الفيديو لتعرفوا طريقة تحضيره. اول شي نحنا بحاجة لصدر دجاج، طبعا مننضفه ومنشل العروق البيضة والدهون الموجودة عليه، بعدين منقطعه بهيدا الشكل. أهم شي ما يكون كتير سميك أو تخين منشان يستوي معنا. بعدين منحط له ملح وفلفل أسود عالجهتين. ولازمنا طحين منحطه بوعاء لحاله، بوعاء تاني منحط الكعك المطحون، منضيف عليه بابريكا وفلفل أسود ومنخلطهم منيح. وآخر شي نحنا بحاجة لبيض، عدد بيضتين. أول شي بدنا نحط البيض بوعاء وبدنا نضيف فوقه البهارات. منضيف عليهم معلقة صغيرة من الخردل، خردل بيعطيها طعم كتير طيبة، ملح، فلفل أبيض، بابريكا وفلفل أسود. ما لازم نستغني عن أي نوع من البهارات، كلهم مطلوبين. وبعدين بدنا نحط حص ثوم مهروس وبنخلطهم منيح مع بعض. وهلأ بدنا نبلش بالتحضير. عنا رقم واحد طحين، رقم اتنين البيض، رقم تلاتة الكعك. أول شي بنحط قطع سترة دجاج بطحين بهذا الشكل. بعدين بعد ما نخلص من الطحين بدنا ننقل الدجاج على البيض، وبعد ما نغطسهم منيح بالبيض بنحط آخر طبقة اللي هي الكعك. بوعى على النار منضيف زيت نباتي ومنتركه لحتى يسخن شوي، بعدين منضيف فوقه قطع الاسكالوب. وبس نلاقي انه الزيت بلش يغلي بنهدي النار تحتهم لحتى ما يحترق الوجه من فوق ويبقى الدجاج من قلبه مش مستوي. عشان هيك يفضل انه نقليهم على نار متوسطة الحرارة. بياخدوا تقريبا معنا حوالي 5 دقايق ل6 دقايق حسب حجم القطعة. وهلأ الاسكالوب خلص عنا. شوفوا شكله، طعمته كتير طيبة. منقدمه جنب السلطة، البطاطا المقلية، أو حتى كمان فينا نعمله سندويشات. ممكن نحط معه خس، ثوم أو مايونيز، كاتشب، كبيس، مثل ما منحب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو بتزوروها لأول مرة، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.